قبل شهر من اليوم أعلنت الحكومة الشرعية عن خطة عاجلة في المسارين العسكري والاقتصادي لإنقاذ البلاد، لكن ورغم قيام الحكومة بمهامها من العاصمة المؤقتة عدن إلا أن الوضع العسكري والاقتصادي يتجه للأسوأ، حيث سجلت قيمة الريال رقماً قياسياً بوصولها إلى حاجز 1600 ريال مقابل الدولار الواحد. لم يلمس المواطنون أي جهود للجان الحكومة لا في الجانب العسكري ولا الاقتصادي، الأمر الذي يجعل من جهودها هباء تذروه الرياح. منذ ذلك الإعلان لم يخرج رئيس الحكومة ولا أحد وزرائه لمخاطبة الرأي العام أو وضعهم في صورة ما يحدث، خصوصا لقيمة الريال التي تنعكس بشكل مباشر على قوت المواطنين. إذن فما قيمة حكومة معين إذا كانت لا تعالج الاختلالات ولا توضح الأسباب؟ هل أصبح دور الحكومة تنفيذ الأجندة الخارجية وشرعنة الانقلابات والمشاريع اللاوطنية؟ وما هي خيارات الشعب أمام هذه الحكومة بهذا الأداء الضعيف وفي مثل هذا الظرف؟ أهلا بكم. 30 يوما منذ إعلان حكومة معين عبد الملك خطة تدخل عاجلة في المسارين العسكري والاقتصادي، ولا نتائج إيجابية حتى اليوم. على العكس من ذلك، فقد استمر تدهور الوضع الاقتصادي دون معالجة، فقيمة الدولار التي كانت غداة إعلان خطة الحكومة ب 1400 كسرت اليوم حاجز 1600 ريال للدولار الواحد، الأمر الذي يفرض سؤال: ما الذي تفعله حكومة معين عبد الملك في عدن منذ أكثر من شهرين؟ على المستوى العسكري أيضاً لم يشهد الحكومة تفعيل أي جبهة عسكرية باستثناء جبهة الساحل الغربي والتي تم الانسحاب فيها من الحديدة وتحقيق تقدم عسكري باتجاه جنوب الحديدة وغرب تعز، وفي المحصلة فإن هذه الجبهة تابعة بشكل مباشر للتحالف وليس للحكومة فيها حكم أو أمر. يقيم معين عبد الملك في عدن أشبه ما يكون بالزائر أو السائح، وليس كرئيس الحكومة المسؤولة عن ضبط الأمن وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وقيادة معركة التحرير التي تقول إنها تخوضها ضد الحوثيين. يقول مراقبون إن الشلل الذي تشهده الحكومة في العاصمة المؤقتة يعود إلى سيطرة المجلس الانتقالي على عدن وعدم الالتزام بالشق العسكري من اتفاق الرياض المتعلق بسحب قوات الانتقال إلى خارج المدينة. لكن الغريب أن الحكومة لا تبدو منزعجة من هذا الوضع المتردي، فهي لا تفوت مناسبة للإشادة بالمجلس الانتقالي ودوره كشريك للحكومة في المعركة حد قولها. تهاوي الريال إلى هذا المستوى الخطير ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية وأجور السكن والمواصلات وغيرها، ومع ضعف الأجهزة الرقابية والضبطية للدولة يمارس بعض التجار أبشع أساليب الاستغلال ضد المواطنين، تاركين إياهم أمام قلة حيلة الراتب الذي بات لا يساوي 40 دولار، هذا إن وجد في بعض القطاعات. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب أيضا بالضيوف الذين سيكونوا معي في هذه الحلقة التي نبدأها مع الباحث من لندن عبر سكايب البراء شيبان. مساء الخير أستاذ براء. مساء النور وأهلا وسهلا فيك يا آسيا. أهلا بك أستاذ براء. بالتأكيد تابعت ما أقره مجلس الوزراء قبل شهر تقريبا من مشروع خطة تدخلات عاجلة في المسارين العسكري والسياسي نظرا لحاجة البلاد لمثل هذه الخطة وللسياسات العاجلة والحازمة. كونك متابع للأحداث، ما الذي تحقق خلال هذه الفترة؟ أعتقد أنه علينا أن نتجاوز فكرة ما الذي تحقق إلى ما الذي يحصل، لماذا هذا التراجع والتهاوي في سعر الريال، لماذا الوضع الاقتصادي في تدهور مستمر، وما هو حال الحكومة اليوم. ببساطة الوضع الحقيقي للحكومة والتراجع الكبير الذي يشهده الريال اليمني هو لأن الحكومة لا تمتلك أجهزتها التنفيذية، لا تسيطر عليها، لا تتحكم بها. الموارد البسيطة التي من المفترض أن تكون حكرا للدولة، الدولة لا تسيطر عليها. الأوعية الضريبية أيضا هناك يعني شبه تفلت كامل لهذه الأوعية.
الضريبية، سواء من ضرائب جمارك تدخل البلد، حتى هذه اللحظة البنوك التجارية لم تشعر باثقة أنها تفتح مقراتها الرئيسية من العاصمة المؤقتة عدن. والسبب الرئيسي أن الجهاز التنفيذي للدولة اليمنية، صحيح أن رئيس الوزراء بشخصي موجود، ولكن الجهاز التنفيذي بمجمله هو غائب في 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 عدن. وحتى لو سألنا يعني أي شخص داخل عدن من الذي متواجد، عدن أشبه بإقطاعيات، كل منطقة تسيطر عليها ميليشيا معينة. الحلول التي كانت موجودة في السابق لم تعد تجدي نفعا الآن. وأيضا هناك غياب للودائع السعودية التي كانت من فترة إلى أخرى تغطي العجز الذي تواجهه الحكومة اليمنية. نعم، يعني إذا كان هناك يعني فعلا خفوت وتراجع في الأداء، خاصة يعني والمواطن يتابع ويعيش مأساة تدهور الريال بهذا الشكل، لماذا تخرج الحكومة وتقدم وعود هي غير قادرة أصلا على إنجازها؟ نعم، أعتقد النقطة الأساسية هي تبتدأ من الحالة التي تعيشها الحالة التي تعيشها الحكومة. يجب أن يكون هناك مصارحة حقيقية. المشكلة التي حصلت في عدن في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر من العام 2019 لم يتم حلها حتى الآن. هناك حلول جزئية، حلول ترقيعية حصلت في الفترة السابقة، ولكن الشق الأساسي وهو الاتفاق العسكري والأمني من اتفاق الرياض لم يتم تنفيذه، وليس هناك مصارحة حقيقية من قبل الحكومة اليمنية للمواطن ليشرح لهم ما الذي يحدث. ببساطة، بعض الأحيان أنت تستطيع أن تجد حلول مؤقتة، ولكن في نهاية المطاف هذا الذي يحصل هو انكشاف لكل المرحلة السابقة. الجهاز التنفيذي للدولة غائب في نهاية المطاف، مهما كانت هناك إعلانات مؤقتة قد تعطي بعض التطمينات للتجار اليمنيين، للمستثمرين اليمنيين، ولكن الحالة سرعان ما تتكشف، وهذه الحالة يجب معالجتها بشكل عاجل. ولكن للأسف حتى الآن أداء الحكومة ليس بقدر الكارثة التي يعيشها المواطن اليمني، لا على المستوى العسكري ولا على المستوى الاقتصادي. رئيس الجمهورية، أنا لا أذكر متى آخر مرة أصلاً كان في هناك خطاب منه، ولا النائب أيضا في بنفس الحالة. والحكومة اليمنية أشبه ما تكون يعني شخص رئيس الوزراء أشبه ما يكون في حالة حصار داخل العاصمة المؤقتة عدن. أي أن تنفيذ الشكل اتفاق الرياض بدل أن يكون يمكن الحكومة اليمنية، تم عمليا الذي حصل الآن هو حصر رئيس الوزراء في مهام لا يستطيع أن ينفذها بمفرده من داخل عدن. نعم، إذا سأعود إليك أستاذ براء. ينضم معنا أيضا في حوارنا هذا الأستاذ يزن الأعوش، مدير تحرير المجلة الدولية للدراسات الاقتصادية، وسيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب. مساء الخير أستاذ يزن. مساء النور، أهلا بك أستاذ ذو يزن. لو بدأنا بالحديث معك عن واقع اليمن الاقتصادي، خصوصا أمام ما تشهده البلاد من كارثة إنسانية. في حقيقة الأمر، قبل أن نتكلم عن الواقع الاقتصادي، لابد ما نعود إلى الجذور التاريخية المؤثرة في الاقتصاد اليمني. الاقتصاد اليمني يشكل أو يصنف ضمن اقتصاد الريع. اقتصاد الريع هو الاقتصاد الذي يعتمد على مورد اقتصادي واحد. فإحنا بالنسبة لنا كان اقتصادنا معتمد على النفط، والنفط كان يرفد الخزينة بما يعادل 70% من الإيرادات العامة. انقطاع هذا المورد تسبب في جزء كبير من المشكلة التي نعاني منها، حيث في مشكلة لو سمحتي. نعم، أنا أسمعك بشكل جيد. صوتك واضح، تفضل. عفوا، صوتك واضح بالنسبة لنا. طيب، فإحنا مثل ما قلت ليش؟ نعم،
فانقطاع هذا المورد فبالتأكيد أنه بيكون مشكلة في الرافد الرئيسي للاقتصاد من حيث العملة الأجنبية. نعم. هل نعم. في عندك مشكلة أستاذ هذا هو أول جانب. الجانب نعم في عندي مشكلة. تسمع صدى صوتك أو إيش المشكلة بالضبط؟ بيجعل بيشتت الأفكار. طيب إلى أن يتم إصلاح هذه المشكلة حتى نستمع لك بشكل أوضح نترك لهم مساحة لإصلاح هذه المشكلة. أعود للأستاذ براء. أستاذ براء، يعني تقريبا طرح الأستاذ ويزن إشكالية أن اليمن فعليا منذ السابق تعتمد على مورد واحد وهو النفط، توقف هذا المورد تصدير النفط، وكان اعتماد اليمن أو رافد اليمن بما يعادل 70%. لا أعتقد أن مثل هذه المعلومة تغيب عن الحكومة اليمنية. حقيقة يعني واضح بأن هناك حرب اقتصادية، يعني لا ندري ما سببها لجعل اليمنيين واجهوا كل هذا، ما هو برأيك؟ طبعا هو تطرق للنقطة الأساسية وهي غياب الإيرادات النفطية. لا يخفى على أحد أن الإيرادات النفطية تم هناك حالة انقطاع شبه كاملة منذ بداية الانقلاب. الجزء الأساسي وهو النفط اللي كان يصدر عبر صافرة، طبعا خط التصدير من يعني ميناء رأس عيسى في الحديدة منقطع، وليس هناك تصدير على الموارد على المنافذ البحرية الأخرى. حتى إنه استيراد النفط أو بيع النفط في داخل السوق المحلية كانت في البداية قبل الانقلاب حصرا على شركة النفط اليمنية، لكن الآن طبعا الآن انفتحت على كل التجار الذي يستطيعوا أن يجلبوا النفط، لأنه عمليا شركة النفط اليمنية لم تعد تسيطر عليها الحكومة اليمنية. ناهيك عن الأشكالية الأساسية التي أنا أعيد وأذكر فيها، هناك مشكلة واضحة بسيطرة دولة الإمارات على كثير من المفاصل التي تعتبر مفاصل حيوية للدولة اليمنية. صحيح هناك مشكلة، ولكن بعض الأحيان في بعض الحالات يجب أن يتم ضبط الأوعية المالية للحكومة اليمنية. إذا كان الموانئ أنت لا تسيطر عليه بشكل كامل، المحطة بالحاف هو منشأة اقتصادية هامة بالنسبة لليمن، أنت لا تسيطر عليه حتى الآن، وهناك حتى الجهود البسيطة وهي بعض الإيرادات النفطية، وهذا يعني بعض بيع النفط بشكل محدود، وهذا تقريبا الوحيد الذي لا يزال يرفد الخزينة العامة للدولة ببعض المصاريف. لكن في نهاية المطاف هذا الوضع الذي هو أنت لا تسيطر على القرار العسكري ولا تسيطر على القرار الأمني ولا تسيطر على العديد من المفاصل الحيوية للدولة اليمنية، ببساطة سوف ينعكس سلبا يعني عاجلا أم آجلا، بالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية. أصلا طبعا العالم كله مر بظروف صعبة في أثناء وباء كورونا، ونزل سعر النفط إلى أدنى مستوى له تقريبا منذ عقد كامل تقريبا. إذن أستاذ براء، نعود للأستاذ زويزن وأتمنى أن يكون الصوت بشكل أفضل. كنت تحدثنا عن جذور الإشكالية الاقتصادية أستاذ زويزن، تفضل. نعم جيد، الصوت الآن كويس، تفضل. بالنسبة لجذور المشكلة مثل ما قلت لكم أنها عائدة إلى الاقتصاد الريعي الذي كنا معتمدين عليه. الآن في الوضع الحالي في عندنا تسرب في العملة، تسرب شديد. هذا التسرب ناتج عن العمليات الخارجية وناتج عن جوانب أخرى. من هذه الجوانب يعني في عندك مسألة الفساد. فعندنا في أداء الدولة عندما نقارن وضع الدولة عن قبل 10 سنوات نلاحظ أن في مؤشرين، مؤشر مدركات الفساد ومؤشر هشاشة الدولة. في عام 2010
كان مؤشر مدركات الفساد بالنسبة لليمن 140 من أصل 180، وهذا يعني معدل عالي للغاية، في حين أن هشاشة الدولة كانت اليمن في المرتبة 15. الآن في 2020 الوضع أشد سوء. معنى هذا الكلام أن في معنى أو من خلال المؤشر مدركات الفساد لليمن بلغت مرتبة 177 من أصل 180. الجانب الآخر هشاشة الدولة بلغت اليمن المرتبة الأولى. بصريح العبارة هذا يشير إلى أن اليمن أو حكومة اليمن بالإمكان وصفها بالفاشلة والفاسدة، هذا طبعا من حيث المؤشرات. هذا كله في ظل انقطاع الإيرادات العامة، هذه المشكلة الحقيقية التي نعاني منها، في جفاف في السيولة وفي جفاف في المعروض النقدي، يقابله مسألة هشاشة في إدارة الدولة وفي نفس الوقت فساد، مما يتطلب عملية تصحيح وإنقاذ سريع للاقتصاد. نعم، إذن هناك تقريبا مر شهر على قرار إقرار الحكومة خطة عسكرية واقتصادية كما قالت وهي عاجلة، هل لمس المواطن أي شيء من هذه الخطط أستاذ يزن؟ بالتأكيد أن هذه الخطط لن تكون مجدية لأنها ليست بحجم المشكلة. فعلى سبيل المثال الإجراء الذي قام به البنك المركزي من خلال ضخ 15 مليون دولار إلى السوق، الإجراء من الناحية الاقتصادية هو صحيح أنه يفترض أن يرفض الاقتصاد بالعملة الأجنبية، ولكن المشكلة في الحجم. عندما نتكلم على 15 مليون دولار، 15 مليون دولار غير كافية لتلبية احتياجات الاقتصاد. فمن باب المنطق 15 مليون ماذا ستغطي؟ هل ستغطي الإيرادات الغذائية؟ هل ستغطي الإيرادات الطبية، الأدوية، قطع الغيار؟ فمن المنطقي أن يرفع الحجم، وخصوصا أن هناك مبالغ مخصصة من البنك الدولي تناهز 600 مليون دولار. نعم. طيب أعود لي الأستاذ برا. أستاذ برا، يعني قبل أيام ناقش المساء اليمني تقرير صادر عن لجنة برلمانية يشير إلى أرقام مفزعة من الفساد الذي يمارسه البنك المركزي، والحكومة مطلعة على هذا الأمر. فيعني ما الذي يجعلها تصمت أمام هذا الهدر الكبير للمال العام وبلد يموت يوميا؟ يعني هل هناك شيء أكبر منها حتى لا تستطيع أن تتحدث، أن تحاسب، أن تقوم بأقل وأبسط مهامها؟ هو ببساطة لأنه الجهاز التنفيذي غير متواجد، يعني الذراع التنفيذي للحكومة اليمنية غائب، الكثير من موظفين الدولة لا زالوا يمارسوا عملهم من خارج اليمن. كانت هناك حالة تفاؤل محدودة عندما عادت الحكومة اليمنية في ديسمبر من العام 2020 وتحسن الريال بشكل ملحوظ، ولكن سرعان ما عاد إلى التدهور بمجرد ما أن غادرت الحكومة اليمنية وغادر معها الجهاز التنفيذي وهو الأساس، لأنه هو الذراع. الحكومة هي عبارة عن جهاز تنفيذي، والتنفيذيين معظم تنفيذي الدولة غير متواجدين. ناهيك عن المشكلة الأساسية، طبعا لا يمكن أن نغفلها، وهي مشكلة الانقلاب. هناك الآن انفصال في السياسة المالية، هناك جزء من البلد تسيطر عليه جماعة انقلابية، وهناك سياسة مالية منفصلة تماما، بل هناك الآن نحن نصل إلى حد أن تكون هناك عملتين، عملة في 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 شمال اليمن وعملة أخرى في المناطق التي لا تسيطر عليها جماعة الحوثي. وهذه الإشكالية ستظل في تراكم حتى يتم حل المشكلة الأساسية وهي مشكلة الانقلاب. والنقطة الثانية وهي النقطة التي تفضل بها ضيفك وهي مشكلة الإيرادات العامة للدولة. نعم. طيب أستاذ ذو يزن، لو تحدثنا بخطوات عملية، الحكومة الآن هي في عدن تحاول أن تقوم بخطط ربما ليست ناجحة من وجهة نظر الاقتصاديين، برأيك ما هي الخطوات اللازم على الحكومة القيام بها لتحسين الوضع وليشعر المواطن أن هناك يعني عاجلة في التنمية وأن وجود الحكومة له قيمة على الأقل في عدن؟ بالنسبة للخطوات المنطقية،
في معنا ثلاث خطوات لابد من تنفيذها. الخطوة الأولى ما قبل الحلول والمعالجات، ينبغي أن يكون هناك توجه صادق من الدولة في إنقاذ الاقتصاد اليمني. عندما نتكلم عن التوجه ممكن نأخذ تجربة لدولة عانت من الحروب بشكل سيء للغاية وهي رواندا في عام 1990 إلى عام 1994. في رواندا حدثت أكثر المآسي، منها الإبادة الجماعية التي قضت فيما يقارب فقط 3 أشهر 1 مليون شخص. عندما خرجت رواندا تولى الرئيس الرواندي بول كاجامي، وكان لديه توجه قوي بحيث أنه أنقذ رواندا وجعلها في مصاف أقوى الدول الأفريقية. نفس الحكاية التي يفترض أو نفس الأمر الذي يفترض أن يكون موجود لدينا. السؤال الذي يطرح نفسه، هل لدى الدولة أو قيادة الدولة توجه صادق في إنقاذ الاقتصاد؟ إن كان هذا التوجه موجود سينعكس على الخطوة التالية التي تتمثل في التصحيح. ينبغي قبل إنقاذ الاقتصاد اليمني تصحيح الوضع الذي تسبب في انهيار الاقتصاد. هذا التصحيح له عدة جوانب، منها تفعيل الأجهزة الرقابية كالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، هيئة مكافحة غسيل الأموال، هيئة مكافحة الفساد، ثم التكامل مع نيابة الأموال العامة. يلي ذلك التحقيق في المصادر الرئيسية المتسببة في الانهيار، ثم بعد ذلك التغيير، وأخيرا تطبيق مبدأ الذمة المالية. عند اكتمال المرحلة الأولى يفترض على الدولة أن تنتقل إلى المعالجات الطارئة والسريعة، المعالجات الطارئة التي من شأنها أن توقف الانهيار وأن تكبح تدهور العملة اليمنية. هذه تتطلب أو تتضمن عدة جوانب، منها منع ومحاربة الإحلال. نلاحظ أن في الاقتصاد اليمني عملية إحلال، في مبالغ عملاقة تدخل إلى الاقتصاد اليمني سواء من الدول المساندة أو من منظمات المجتمع المدني، الذي بيحصل أنه بيتم استبدالها بالريال اليمني والمبالغ الأجنبية بترحل خارج الخزينة. طيب ما الدليل؟ المنطق لو كانت هذه المبالغ موجودة في الاقتصاد لما أنهار الريال اليمني. إحنا بس لو نتكلم على تقرير الأوتشا أن هناك ما يقارب 20 مليار دولار دخلت كمساعدة اليمن، إن أثرها؟ فهذا أول جانب اللي هو مسألة الحلول والمعالجات الطارئة. أيضا منها مسألة حماية المعروض النقدي. ما بيفيد أي إجراء اقتصادي بأن تدخل مبالغ أجنبية إلى داخل الاقتصاد وهي تخرج من الباب الخلفي. فينبغي وجود عملية رقابة على شركات الصرافة. شركات الصرافة بتساعد كثير في تهريب العملة وفي غسيل الأموال. فلو قمنا بإجراء واحد فقط وهو كشف الصادرات أو الحوالات الصادرة خلال 7 سنوات، بيتضح أن في أسماء ثقيلة وفي مبالغ مهولة بتخرج من اليمن. فهذه الجوانب المهمة في معالجة الاقتصاد اليمني كمعالجات طارئة ومستعجلة. يلي ذلك المعالجات العميقة. المعالجات العميقة في عدة حلول. من أول الحلول هذا يفترض أن يتم الاستعجال بتنفيذ خطة الإنقاذ. خطة الإنقاذ هي عبارة عن خطة متبنة من الدول الخارجية. طبعا هنا بيتضح أو بيتجلى تساؤل مهم للغاية، ما الذي سيجعل الدول الخارجية تثق في الحكومة اليمنية وفي البنك المركزي خصوصا بعد هذا الوضع السيء؟ مسألة التوجه السياسي الصادق ومسألة التصحيح سيرفد الاقتصاد أو سيساعد في وجود دول تتبنى عملية الإنقاذ. الجانب الثاني تفعيل الموارد السيادية، هذه من الجوانب المهمة. نلاحظ أن الموارد السيادية متوقفة، يعني هذا يدعو إلى تساؤل مهم، لماذا توقفت الموارد السيادية؟ وهل صحيح أن المملكة العربية السعودية خلف هذا الأمر؟ هذا الأمر لابد من معالجته لأنه يتوقف عليه إنقاذ الاقتصاد وبشكل كبير. الجانب الثالث وهو جانب يمتد إلى ما قبل 10 سنوات، دعم الجهاز المصرفي. الجهاز المصرفي في اليمن يعاني من مشاكل عديدة، منها احتجاز الأموال التي يفترض أن تعاد إلى الجهاز المصرفي من قبل البنك المركزي. هذه الأموال منحت للبنك المركزي أو وردت للبنك المركزي إما كاحتياطيات أو كقروض للدولة للحكومة والمؤسسات العامة. في 2010 بيانات 2010 بلغت إجمالي الأصول في الجهاز المصرفي حسب بيانات الإحصاءات العامة وحسب بيانات البنك المركزي إلى ما يقارب 1,900,000,000,000 ريال يمني، فقط منها وجه 25% نحو القطاع الخاص والباقي معظمه في البنك المركزي. يفترض أن يتم تسديد هذه المبالغ حتى ولو كانت الحكومة عاجزة، يفترض أن يدرج هذا الأمر من ضمن خطة الإنقاذ. الجانب الآخر
وهو دعم الإنتاج الحقيقي. يفترض أن يكون هناك توجه في دعم الإنتاج الحقيقي. مشكلتنا أن احنا مثل ما قلت لكم معتمدين على اقتصاد الريع. اقتصاد الريع تسبب في موت أو تضرر قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخصوصا الإنتاجية كالمشاريع الزراعية ومشاريع الثروة الحيوانية ومشاريع الصناعة والحرفية. دعم هذه المشاريع بيعزز من دخل الفرد وأيضا بيساعد من تخفيف البطالة وحدة الفقر. نعم، إذن سنناقش بعض هذه النقاط أستاذ ذو يزن، ولكن بعد أن أخذ رأي الأستاذ البراء، طرح الأستاذ ذو يزن يعني نقطة مهمة وهي في البداية، وهي وجود أو توجه صادق من الحكومة لإنقاذ الاقتصاد اليمني. لنفترض أن الحكومة لديها هذا التوجه الصادق، هل لدى المحيط باليمن مثل هذا التوجه الصادق، أم أننا فعلا في كل مرة نصدم بعتبة أو بصخرة التحالف ورفضه تسليم اليمن لمواردها ولكثير من الإجراءات التي تحدث؟ يعني ما الذي بيد الحكومة في ظل تعنت التحالف في هذا الجانب؟ لا، هو يعني النقطة التي ذكرها وهي نقطة مهمة جدا، كيف استطاعت رواندا أن تخرج؟ رواندا لم تستطع أن تخرج حتى حسمت المعركة. دائما الحلول المؤقتة هي باسمها مؤقتة، لكن الانقلاب سيستمر في تسبب بكارثة لليمنيين حتى يتم القضاء على هذا الانقلاب. ولذلك انا من وجهة نظري النقطة الأساسية والتي يجب ان تكون أولوية بالنسبة للحكومة هي طبعا العملية العسكرية. العملية العسكرية انهاء الانقلاب، لانه انت لن تستطيع ان تنجز اي انجازات لا في على الملف الاقتصادي ولا على الملف التنموي بينما الانقلاب لا يزال مسيطر على مساحة شاسعة من الارض، ولا يزال يسيطر على مناطق حيوية بالنسبة للدولة اليمنية. النقطة الثانية والتي هي بذات الأهمية، أين هي الدولة من العاصمة المؤقتة؟ الحالة التي هي تسببت فيها بالتحديد دولة الإمارات في العام 2019، يجب أن يتم إنهاء هذه الحالة. هناك انقلاب بشكل آخر حاصل داخل عدن ايضا يحرم الحكومه اليمنيه من السيطره على مفاصل حيويه بالنسبه للدوله اليمنيه. وانا لا اتفهم على الاطلاق ان يكون الرئيس غائب عن مخاطبه شعبه، ان النائب غائب عن مخاطبه شعبه، ورئيس الوزراء كذلك غائب الى حد كبير. الحالة التي حصلت داخل عدن، لو لاحظتي من نوفمبر 2019 حصل هناك تدهور واضح. من بعد نوفمبر 2019 حصل هناك تدهور واضح، لأنه خلاص معظم الجهاز التنفيذي غادر عدن ولم يستطع العودة، يعني باستثناء الحالات الزيارات المؤقتة. نعم، يعني أنت طرحت في البداية أستاذ براء الدولة غائب بأنه حين ينتهي الانقلاب يمكن لمثل هذه المعالجات الاقتصادية بالظهور أو بأن يشعر بها الناس بشكل قوي، ولكن لن يجد الناس هذا الأمر حتى على مستوى المحافظات التي تم تحريرها والتي كان يفترض أن تكون هي نموذج لوجود الدولة. ما حدث هو العكس، وجود انقلابات جديدة ودخلت الحكومة في أطون حروب صغيرة، وحتى أنها شتتتها عن الهدف الأساسي وهو انقلاب ميليشيا الحوثي. كل هذا على مرأى ومسمع من التحالف، وكأن هناك إرادة من هذا التحالف بإبقاء الوضع على ما هو عليه. أنت يعني أي حكومة لن تستطيع أن تحل أي إشكاليات ما دام هناك ميليشيات أنت لا تسيطر عليها. ما دام هناك ميليشيات تسيطر على مفاصل حيوية للدولة اليمنية وأنت لا تسيطر عليها ولا تملك لا القرار الأمني ولا العسكري، القرار الأمني ولا القرار العسكري عليها. الفوضى الذي تسببت منذ أن تم تحرير المحافظات الجنوبية لم يتم معالجة حتى في إطار هذه المحافظات. ولكن طبعا تبقى المشكلة الأساسية هي قائمة. فكرة ان احنا سنخلق نموذج ثم هذا النموذج، هذه كلها
أماني لن تتحقق. أنت لديك انقلاب، الانقلاب إذا لم يتم توجيه كل جهود وطاقات الدولة لحسم معركة اليمين الأساسية لن تنتهي مشاكل اليمنيين، حتى ممكن أنك تحلها إلى حد ما. صحيح ممكن بعض الأحيان تحالفاتك الإقليمية تعالج لك بعض الإشكاليات، ولكن ما دام أن الأولوية الحكومة اليمنية، حصل هناك تضخم أيضا في الجهاز الوظيفي للدولة بشكل مبالغ فيه وغير مبرر على الإطلاق. الحكومة اليمنية تحتاج مرة أخرى، أنت لديك ملفات أساسية، حكومة حرب تنهي الـ تنهي الـ تنهي الانقلاب، ثم تتوجه مثل ما ذكر ضيفك الكريم بسياسات اقتصادية صادقة وإرادة سياسية واضحة لتصحيح كل الاختلالات التي حصلت خلال الفترة الماضية. وإذا كانت هناك أولوية لمحاربة الفساد أثناء السلم، فأثناء الحرب الأولوية تكون مضاعفة. نعم طبعا بالتأكيد. نعم، بالعودة إليك أستاذ ذو يزن، أنت تحدثت عن خطوات عاجلة وخطوات يمكن أن يعني تكون فيما بعد ولكنها أكثر عمقا في ظل وضع البلد الحالي. الحرب لم تنتهي بعد، افتتحت يعني بوابات صغيرة لحروب أخرى تواجه الحكومة. مع ذلك تتحدث الحكومة بأن الاقتصاد هو مسؤوليتها الأولى، وفي كل مرة تعجز عن تحقيق شيء. لماذا برأيك؟ قبل أن أتحدث عن هذا الجانب، في طبعا موضوع مهم للغاية وهي حجة الحرب. من مدخل اقتصادي، حجة الحرب هي حجة واهية. لماذا؟ علم الاقتصاد أصلا قائم على المشكلة، والمشكلة إذا تفاقمت تصبح أزمة، وأحد أوجه الأزمة اللي هو اقتصاديات الحروب. وفي اقتصاديات الحروب أنا لا أطالب بالوفرة أو الطفرة أو النمو، إنما أطالب بالمحافظة على الاقتصاد فقط. طبعا هذا الأمر ليس أمر نظري، بل حصل تاريخيا. وفي الحرب العالمية الثانية في ألمانيا النازية، حيث أن النمو الاقتصادي ظل حتى عام 1944، فحققت نسبة نمو 60% مقارنة بسنة 1933. وما يثبت هذا الأمر الإنتاج الحربي الألماني، حيث استطاعت شركة مان في عام 1943 أن تنتج بمعدل شهري 400 دبابة بانزر. طبعا هذه وقائع، فإحنا بنتكلم على الواقع اليمني. بتقولوا لي الواقع اليمني مختلف، لكن على الأقل لديك أجهزة الدولة، لديك البنك المركزي في عدن، لديك الحكومة متكاملة. فلماذا المبرر أن الحرب هي التي يعني سبب فشل الاقتصاد؟ لا، سبب فشل الاقتصاد لا توجد وجود أدوات الإنتاج، بؤر فساد داخل الحكومة تسبب خروج العملة. عفوا، سؤالك مرة ثانية. نعم، لا أنت تتحدث يعني وكأن الوضع في حالة الطبيعية، نحن لا نمتلك حتى أدوات الإنتاج. نحن لا نمتلك أدوات الإنتاج، ولكن هناك دعوم هائلة دخلت اليمن. على سبيل المثال، تقرير الأوتشا بيتكلم على 20 مليار دولار يعني دخلت عن طريق المنظمات دعم التحالف. أنا أكلمش من وجهة نظر اقتصادي، من وجهة نظر اقتصادي هناك مليارات الدولارات كانت داخل اليمن، أين ذهبت؟ لماذا الريال منهار؟ أكيد في سبب رئيسي، وهذا السبب يتعلق بالحكومة. نعم، طيب كيف استطاعت يعني لو أتينا بمقارنة بسيطة، انهارت العملة في مناطق الشرعية واستطاعت ميليشيا الحوثي أن تحافظ على يعني سعر معقول مقارنة بما يحدث في مناطق الشرعية، ما الذي قدمته الميليشيا لم تستطع عمله الحكومة؟ أيضا هذه معلومة خاطئة. في مناطق الحوثي ليس مسألة ضبط سعر الصرف يدل على كفاءة، هم محكومين بحجم معين من العملة القديمة. من ناحية ثانية، هذا لا يعني أنه ليس لديهم مشاكل، لديهم ما يسمى بالتضخم العكسي. على سبيل المثال، 100 دولار الآن تصرف ب60,000 ريال، يقول لك مثلا والله هذا المبلغ هو نفسه الذي كان يصرف قبل سنة. المشكلة هل ال60,000 ريال الآن تعطيك نفس الخدمات والسلع وباقي الأمور كما كانت تعطي قبل سنة؟ بالتأكيد لا. والدليل على ذلك ارتفاع الأسعار والإيجارات والعقارات العامة في صنعاء. نعم،
إذن بالعودة إليك براء، لو تحدثنا عن ما تقوم به الشرعية الآن من لقاءات مع المبعوثين، لماذا برأيك لم يحدث أي تدخل من قبلهم على ولا على أي مستوى، لا اقتصادي ولا سياسي ولا إنساني، رغم بأنهم شاهدوا الإشكاليات على أرض الواقع؟ طبعا أعتقد هناك جزئين. الحكومة اليمنية تاريخيا هي كانت تعتمد بشكل كبير على يعني على جيرانها، وفي مقدمتها طبعا المملكة العربية السعودية. لا. يجب أن يكون هناك ضغط حقيقي من قبل أصدقاء اليمن لدعم العملة المحلية، خصوصا لأن احنا في مرحلة استثنائية. إذا كانت السعودية تدعم الخزينة العامة في فترة ما قبل الحرب، فأثناء الحرب وفي هذه الأثناء الأولوية يعني الأولوية ملحة والأهمية أكثر بكثير. والنقطة الثانية، يجب أن يكون هناك نقاش واضح وشفاف مع بالذات أصدقاء اليمن حول المساعدات التي تقدم لليمن. الضيف ذكر طبعا هذه معلومة مهمة جدا، أن الأوتشا تذكر أن هناك 20 مليار دولار دخلت اليمن، ولكن هذه لم تمر عبر البنك المركزي. البنك المركزي لا يتحكم بها، لا تدخل حتى في حساباته، وهذه نقطة مهمة، لأن أنت لديك كمية أموال هي تدخل البلد، ولكن البنك الأساسي أو البنك المركزي لليمن ليس لديه قدرة على الرقابة عليها، ولذلك أنت لديك كمية أموال كبيرة يتم تداولها خارج الإطار الرسمي. البنك المركزي صحيح هو مهم، المعالجات التي ذكرها الضيف مهمة للغاية، ولكن مثل ما ذكرت لك الجهاز التنفيذي للحكومة اليمنية غائب، وبدون عودة الجهاز التنفيذي إلى داخل عدن والعمل بطاقة الحكومة الكاملة من داخل عدن، هذه المشاكل سوف تستمر وسوف تتضاعف للأسف الشديد. نعم، بالعودة إليك أستاذ ذو يزن، تحدثت أنت عن كثير من مبالغ المنظمات التي دخلت إلى اليمن، ربما في تقرير الأوتشا هناك 20 مليار دولار، ولكن في المقابل نحن نعلم أن هناك صرفيات تأخذها هذه المنظمات، بعضها يصل إلى 60% من هذه المبالغ، وما تبقى أيضا يتم التحايل والتلاعب به في الميدان. أيضا لا نثق بالمبالغ التي قدمتها أو التي تقول السعودية والإمارات أنها قدمتها، في ظل أيضا الفساد الذي تمارسه الحكومة فيما بينها البين، فأين يمكن أن نضع أيدينا على الخلل في ظل تأثر المواطن الوحيد من كل هذه الفوضى؟ واضح المشكلة الرئيسية تظهر في عملية الإحلال. هذه المبالغ دخلت الاقتصاد وفق تقارير الإدارات العامة للمنظمات، ومثل ما قلتي بالفعل يعني ما يصل للجزء اليسير، وهذا دليل على أن في وجود فساد أو شراكة في الفساد. فعندما نتكلم على 60%، 60% يعني حجم كبير، معنى هذا الكلام أنه لم يصل إلى اليمن أو لم يدخل إلى اليمنيين سوى النصف أو أقل من النصف. طيب هذا الجانب يعود إلى عملية الإحلال. يعني على سبيل المثال إكرامية الملك سلمان، إكرامية الملك سلمان التي تصرف للجيش يفترض أن تصرف بالريال السعودي، ولكنها تصرف بالريال اليمني وبأسعار صرف قديمة. السؤال الثاني، المبالغ التي وردت إلى الحكومة اليمنية في صرف الريال السعودي أين ذهبت؟ فهذه أسئلة لابد من الإجابة عليها. نعم، هناك أيضا تلاعب كبير في هذه الإجابة مسألة الثانية الفارق عندما في نتكلم الصرف. على وضع، نعم، المنظمات أيضا تتلاعب بهذه المسألة وتحاسب اليمن بالصرف القديم 215 تقريبا. وأنت أيضا في مأرب أستاذ ذو يزن، يعني وتشاهد بشكل ملموس ماذا يحدث من قبل المنظمات والظلم الذي تمارسه حتى على مستوى توزيعها لهذه المساعدات. السؤال مرة ثانية.
نعم، هو كان تعقيب فقط على مسألة أن أيضا المنظمات تتلاعب بمسألة سعر الصرف وتحاسب على 215 سعر في الصرف القديم جدا يعني، وتأخذ الفارق بالتعاون مع من هم في الداخل، وكونك تعيش في الداخل تلمس مثل هذه التلاعبات سواء من قبل هذه المنظمات أو ممن يعيشون يعني طفرات اقتصادية بسبب الحرب. بشكل مختصر وبشكل بسيط، ما دخل إلى الاقتصاد ينبغي أن يظل بشكل متوازن باقي فيه، يعني ما يخرج منه إلا ما هو متطلبات الاستيراد. احنا عندما نتكلم على المنظمات، المنظمات لا تساعد على تحقيق هذا التوازن من خلال الاختلالات في عمليات صرف المساعدات. يفترض أن تصرف المساعدات بالعملة الصعبة ومباشرة نحو المستفيد في المجتمع وفي الاقتصاد بشكل عام. نعم أستاذ براي، ربما نتذكر نحن في كل عام والمطالبات التي تقدم من قبل المنظمات بحاجة اليمن سنويا للمبالغ هذه المهولة، والتي كان هناك مطالبات بإيرادها للبنك المركزي حتى يعني يتم إنعاش العملة. ألا تستطيع الحكومة الضغط في هذا الجانب، أو على الأقل كما تفضل الأستاذ ذو يزن، باستلام هذه المبالغ بالدولار لمصارفتها وإنعاش الاقتصاد ولو جزئيا؟ هو طبعا الأستاذ ذو يزن يتحدث عن قضية أنه إذا سلمت بالعملة الصعبة فهذا سيوفر عملة، يعني سيساعد في وجود المخزون النقدي للعملة الصعبة. في الأخير هو طبعا عندما يغيب العرض المعروض يكون شحيح، السعر سوف يرتفع بشكل ملحوظ. طبعا هذه حديث انا اسمعه كثيرا منذ اول مؤتمر للمانحين ومؤتمر المساعدات الانسانيه الذي عقد من اجل اليمن، ولكن لم يتم انجاز فيه اي شيء الى هذه اللحظه. لا زالت المنظمات عباره عن دوله موازيه تتصرف كيفما تريد. اعتقد مره اخرى يجب ان تكون هناك مكاشفة وشفافية ووضوح، أن الحكومة اليمنية منذ هذه اللحظة وصاعدا تريد أن تتم كل العمليات المالية عبر البنك المركزي. والنقطة الثانية أن تكون هناك استخدام لعلاقات اليمن الدولية للضغط على جيران اليمن وحلفاء اليمن لدعم ورفض الخزينة العامة على الأقل في هذه المرحلة. والنقطة الثالثة وهو عودة الجهاز التنفيذي بالكامل للعمل من داخل العاصمة المؤقتة عدن، وإنهاء حالة الشلل والسيطرة التي تمارسها عدد من وتحديدا دولة الإمارات حول المفاصل الحيوية للدولة اليمنية. في الأخير اليمن بحاجة إلى الموارد، هذا ليس نقاش يعني لدى اليمن ترف الوقت فيه، هذا النقاش يجب أن يحصل الآن. التدهور واضح، كلنا شاهدنا منذ 2019 كيف تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي بالنسبة للمواطن اليمني منذ تلك اللحظة حتى الآن. نعم أستاذ يزن، هل تتوقع استمرار انهيار الريال في ظل عدم قيام الحكومة بأي دور حقيقي أو تفعيل حلول حقيقية؟ نعم، مش هذا وبس، يعني وأتوقع أن يصل الأمر إلى حدة من السوء ممكن توصل اليمن إلى شفير المجاعة. أي خطة إنقاذ بدون تصحيح داخلي وبدون توجه عام للدولة ستذهب هباء منثورا ولن تكون سوى رفض لحسابات الفاسدين. فينبغي تنفيذ خطة عامة فعلا يعني تتجاهد فيها أو تتضافر فيها الجهود، ويكون هناك شراكات دولية من أجل إنقاذ الاقتصاد اليمني. نعم، أتمنى أن يتم سماع كل المعلومات التي طرحتها أستاذ ذو يزن وأن تلقى استجابة من قبل
الحكومة. شكرا لكما ضيفي العزيزين، ذو يزن الأعوش مدير تحرير المجلة الدولية للدراسات الاقتصادية، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب، وشكرا لك أستاذ برا شيبان الباحث، كنت معنا عبر سكايب من لندن، وهو لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.